وكان في سالف الزمان أن الملوك إذا وعدت بعطاء تفي ولا تتراجع مهما كانت التداعيات. وقد وعد أبرهة الحبشي ملك اليمن القديم عبد له بأن يعطيه ما يطلب، فطلب العبد أن يزني بكل عذراء في ليلة عرسها، فما كان لأبرهة إلا أن لبى لعبده ما طلب، فصار العبد يزني بالعذراوات قبل دخول أزواجهن عليهن، وكان ذلك بأمر أبرهة ولا راد لأمره. إليكم هنا قصة أبرهة الحبشي وعبده، كيف ابتدأت ولما أعطاه ما طلب، وكيف انتهى الأمر بذلك العبد في اليمن القديم. يقول الطبري في كتابه تاريخ الأمم والملوك أن النجاشي ملك الحبشة أرسل جيشا من 70,000 مقاتل لغزو اليمن، وأمر عليهم رجلا من أهل الحبشة يقال له أرياط، وكان من ضمن الجيش أبرهة الحبشي، وقد تمكن هذا الجيش من السيطرة على اليمن وهزم ملكها ذو نواس الحميري، وأعمل أرياط السيف في أهل اليمن، وقيل أنه قتل بناء على توصية من النجاشي ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها، وبعث إلى الحبشة بثلث سباياها ثم أقام بها وقد أذل أهلها. ويقول أن أرياط هذا أقام في اليمن سنين، ثم نازعه في الأمر أبرهة الحبشي بعد أن انفصل مع من معه عن جيش أرياط، فتفرق الجندان وصارا طائفتين اثنتين، ثم سار كل منهما بجيشه إلى الآخر لحربه. فلما تقارب الجيشان أرسل أبرهة إلى أرياط قائلا: إنك لن ترضى بأن يتقاتل أبناء الحبشة فيما بينهم، فابرز لي وأبرز لك، فأينا أصاب صاحبه صار الأمر له. فوافق أرياط وقال له: قد أنصفتني فخرج. وقرر أبرهة المكر بأرياط، فاختار موضعا للمبارزة فبدأ فيه عبدا له يقال له أرنجدة، وفي رواية أخرى قيل أن اسمه عتودة. فخرج أرياط إلى أبرهة للمنازلة، وكان أرياط رجلا عظيما طويلا وسيما، بينما كان أبرهة قصيرا لحيما حادرا، وكان ذا دين في النصرانية. وما أن بدأ النزال حتى ضرب أرياط خصمه أبرهة بحربته فشرم أنفه، ومن هنا كانت تسميته بأبرهة الأشرم. وهنا نهض العبد من الحفرة، فرمى أرياط فقتله، فانتصر أبرهة واجتمع جند الحبشة كلهم تحت أمرته. وردا للجميل قال أبرهة لعبده أرنجد أو حتودة: أطلب ما شئت. فلم يتردد العبد وقال: لا تدخل عروس من أهل اليمن على زوجها حتى أصيبها قبله. فقال له: لك ذلك. وبقي غلام أبرهة يصنع باليمن ما كان أعطاه من طلبه، فيزني في العذراء في ليلة عرسها ولا أحد يقوى فيعترف، حتى ضاق الأمر بأهل اليمن، فقام عليه رجل من حمير فقتله. فلما علم أبرهة بذلك عفى عن القاتل وقال: قد آن لكم يا أهل اليمن أن يكون فيكم رجل حازم يأنف منه الرجال، إني والله لو علمت حين حكمته أنه يسأل الذي سأل ما حكمته ولا أنعمته عينا، وأيم الله لا يؤخذ منكم فيه عقل ولا يتبعكم مني في قتله شيئا تكرهونه. أما بخصوص النجاشي فإنه حين علم بمقتل قائده المقرب إرياط على يد أبرهة توعد بأن يطأ أرض اليمن ويريق دم أبرهة، وعلم أبرهة بوعيد النجاشي وكان يعلم قوة النجاشي وبأسه، فكتب إليه من فوره: أيها الملك، إنما كان إرياط عبدك وأنا عبدك، قدم علي يريد توهين ملكك وقتل جندك، فسألته أن يكف عن قتالي إلى أن أوجه إليك رسولا، فإن أمرته بالكف عني وإلا سلمت إليه جميع ما أنا فيه، فأبى إلا محاربتي، فحاربته فظهرت عليه، وإنما سلطاني لك، وقد بلغني أنك حلفت ألا تنتهي حتى تطأ بلادي وتريق دمي، وقد بعثت إليك بقارورة من دمي وجراب من تراب أرضي، وفي ذلك خروجك من يمينك، فاستتم أيها الملك يدك عني، فإنما أنا عبد وعزي من عزك. فرضي عنه النجاشي وأقره على اليمن.